بالنسبه كاين كذلك واحد الفرماج مربع طريقه تحضير ديالو ديال المسمع اسلام، وحتى هو كيجي زوين. كاس العنبه ديال الحليب مع كاس ديال الزيت وربعه ديال الفرماجات وعصير ديال الحامضه وشويه ديال الخل والملحه على حسب الذوق. يعني كناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي وكنديروا فيه داك كاس ديال الحليب مع كاس مع يعني كاس ديال الحليب ودوك ربعه الفرماجات وقبيصه ديال الملح، وكنخلطوهم مزيان. ومن بعد كنبقاو نزيدو داك الزيت شويه بشويه غير من داك الغطاء ديال الكاس ديال الخلاط الكهربائي، يعني بحال كيف كنديرو في المايونيز غير بشويه حتى كيتجمعوا مع بعضياتهم كيتجانس داك الخليط. وعاديك الساعه كنزيدو العصير ديال الحامض وشويه ديال الخل هادو في المرحله الاخرى، وكنعاودو نخلطوه، ويعني تيكون يعني المذاق ديالو بحال الشكل ديال الفرماج مربع اللي كيبغيو الوليدات. يعني ما فيش مقادير كثيره، كاس ديال العنبه ديال الحليب مع كاس ديال الزيت مع ربعه ديال الفرماجات مربعين مع العصير ديال الحامضه صغيره وشويه ديال الخل وقبيصه ديال الملح. وقلنا كنخلطوا هذا الشيء، كنخليو غير الملح، كنخليو غير الخل والحامض هما الاخرين، وهذوك المقادير كنخلطوهم مع بعضياتهم وكنضيفوا ليهم الزيت من الفوق يعني من الغطاء ديال الخلاط الكهربائي حتى كيعقد لنا. غير هو راه كيخرج كميه كثيره، يعني بما انه خفي ربعه الفرماجات مربعين راه كيخرج كميه كثيره يعني معقوله بالنسبه للفطور الوليدات هكا. وبدل ما يعني كتكون قطعه ديال الفرماج وحده والباكي دغيا كتسالي ملي تيكونوا يعني تبارك الله الوليدات وافراد الاسره يعني تيكونوا مجموعين هكا في الكوتي ولا في الفطور، فهاد الكميه كتخرج يعني بحال الجبن كميه اللي معقوله ديال الاسبوع. وممكن كل اسبوع نحاولوا اننا نديروا اما الفرماج مثلث ولا المربع على حسب الرغبه ديالكم. راه نديروا جبن كلشي تبارك الله ولا سهل، يكفي ان غير الاصرار هكا ونسجلوا هاد المقادير.